بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد. النهارده هنقدم صينيه البطاطا. طبعا احنا داخلين على الشتاء، والبطاطا دي احلى وصفه للشتاء بتدفي، والنهارده هنقدمها بشكل جديد، اتمنى انه يعجبكم. خليكم معايا. اول حاجه في مقاديرنا طبعا البطاطا، وياريت البطاطا يبقى هتكون حجم كبير كده. البطاطا طبعا غسلتها كويس جدا. دلوقتي اول خطوة هعملها اني هقشرها. دلوقتي هقشر البطاطا. هقشرها كويس جدا كده. هكمل تقشير وارجع لكم تاني. بعد ما قشرنا البطاطا بالشكل ده، قشرناها خالص، طلعنا منها وقطعنا الحروف دي قطعناها. دلوقتي الخطوة اللي جاية ان انا هقطعها شرايح رفيعة، شفيعة قوي مدورة كده. وهعمل المقدار كله بالطريقة دي. ممكن برضو اقطعها على البلانشة. هستمر كده في التقطيع لحد ما اخلص مقدار البطاطا كلها بهذا بنفس الشكل، دواير كده شرايح. يعني سمكها كده عشان طبعا البطاطا ما تتهريش، يعني لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. ودلوقتي هجيب قالب الأرقبال اللي هحطه في الفرن علشان اعمل فيه البطاطا. دلوقتي هرص شرايح البطاطا في أرضية القالب اللي هدخله الفرن. هغطي أرضية القالب كلها. بعد كده هجيب كوباية لبن وأضيف لها حوالي 3 معالق سكر. بدوتهم هقلب السكر كويس قوي مع اللبن، وبعدين هضيفه على البطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب
بعد كده هضيف المكسرات، لوز وبندق وفستق، على الوش كده. وبعدين هغطيها بالفويل وادخلها الفرن. دلوقتي هضيف الزبدة السايحة على الوش. بسم الله. بعد كده هغطيها بالفويل وادخلها الفرن. هدخلها الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع لحد ما تستوي، وبعد كده هرجع لكم تاني. خليكم معايا. وده سيرفيس البطاطا بعد ما طلع. احنا سيبناه في الفرن لحد ما استوى، بعد كده شلنا من عليه ورق الفويل علشان ياخد وش تحت الشواية. زي ما حضراتكم شايفين كده استوى خالص. هنشوف كده السوى. بسم الله. تمام اهي، تمام مستويه خالص. ده بقى احلى طبق في الشتاء، بيدفي جدا واقتصادي جدا، وهيعجب اولادك وهيطلبوه منك على طول. دلوقتي هنقدم البطاطا في الطبق. اول حاجة هنرش رشة جوز الهند، رشة كده حلوة في الطبق، جوز الهند ومكسرات مع الفواكه المتسكرة. بعد ما حطينا جوز الهند هنرش كده شربة. بعد ما رصينا البطاطا ناخد كده الصوص ونحطه على الوش. الصوص ده طبعا لبن وزبدة ومكسرات، نحطه على الوش كده. ده بيديها طعم جميل جدا. هنرش كمان جوز الهند على الوش. نرش جوز الهند. وده طبق النهاردة، البطاطا بالزبدة والمكسرات مع اللبن. أتمنى يعجبكم. طبق جميل مفيد وصحي وكله عناصر غذائية، وأطفالنا هتحبه قوي وهيطلبوه منك على طول، وسهل جدا واقتصادي في نفس الوقت. أتمنى تجربوه وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة.